الإيطالي واستعراض أيضا مباريات كأس العرب. قبل ما أطلع لفاصل، النهاردة عيد ميلاد أحد نجوم النادي الأهلي، واللي خلال العشر سنوات الأخيرة كان ليه صولات وجولات في الملاعب الإفريقية والمحلية، ولاعب ضرب المثل إزاي يحارب على انتمائه وفكرته والنادي اللي بيحبه وبيعشقه منذ صغره. النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد نجمنا الحاوي وليد سليمان. كل سنة وانت طيب يا حاوي، ودايما كده يا رب متألق في الملاعب، ولسه مستنيين منك الكتير الفترة الجاية. مش عايز اسمع قصة اعتزال ومش اعتزال، وليد سليمان مكمل، والعناصر الخبرة اللي زي دي مهمة جدا تكون موجودة داخل صفوف الأهلي خلال الفترة اللي جاية. كل سنة وانت طيب يا حاوي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف فقرة ترند الترند، وعندنا فيها مجموعة من الاخبار والكواليس، وعلى انفرد بمواعيد كأس العالم للأندية اللي تم ارسالها اليوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لكل الاتحادات القارية اللي بتشارك أنديتها في هذا المونديال في أبو ظبي.